استفدت ايه ايمن من 11 سنه دول؟ 11 سنه احتراف في تركيا او في بره في اوروبا، يعني استفدت ايه انت كايمن عبد؟ استفدت ان الالتزام جدا، استفدت ان لعيب الكوره لعيب كوره، لازم عشان توصل لتارجت معين لازم يعني تتنازل كتير جدا، لازم تبقى منظم لو انت عايز تبقى حاجه سواء مدرب او سواء لعيب، فلازم تبقى منظم جدا. النقطه المهمه والفاصله في كل حاجه، النظام في كل حاجه مهم، فانت هتبقى منظم في شغلك فهتنجح، ممكن تتكعب الفتره لكن في الاخر تاكد ان انت هتنجح، هتنجح لو انت منظم. فبتشتغل على النظام في كل حاجه، سواء في الاكل، في الشرب، في التمرين، في تنظيمك للتمرين، في شغلك انت في الملعب سواء مدرب او لعيب، وانت بتلعب اثناء المنافسات في الجيم، لما توصل ان انت تبقى منظم جدا مع فرقتك وفرقتك منظمه اكيد هتبقى عندك حاجه كويسه وشكل كويس. صحيح.